تفضلي. أكثر واحد يوم في رمضان يعني ضرب واحد وكسر الوعي، لما صحي أجل ذنبكي شربوني ماي، واضطروا يشربوا ماي، كان يكون أكثر عمدا متعمدا ولا لا؟ ما هو شرب باختياره ولا إني شربوه؟ هذا باختياره. ليش؟ يعني ما قدر يوقف. كيف؟ ما قدر يعني بعد الضربة اللي فقد وعيه ما قدر يوقف. ما يشرب ماي. بعد ما فقد وعيه شو صار معه؟ تحس بالنشادة. ولما صحي بحكي بدي أشرب ماي أنا. أول ما صحي من الضربة قال بدي أشرب مي. أنا ما كنت أوقف. بيقضي يوم آخر. يعني ليش صار عامل متعمد؟ لا مو متعمد. لمرض لعرض. لا ما في مرض ولا إيش. أنا أقول لك لمرض لعرض. حصل لغيرة الشيخ. أهلين. أهلين كتبت سيد هاي. أهلاً أهلاً. بدي المجلد الثاني. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.